طب ما انت كل مره بتقول كده يا ابني. عشان المرتين اللي فاتوا اعتمدنا على ناس تانية، المره دي هنعتمد على نفسنا. ازاي؟ انت هتعمل ان انت خاطف اتوبيس بالرهائن بتاعته، ومنيره هي اللي مرفعه الرهائن. هتطير بالاتوبيس، هتخش داليا طبعا تحاول توقف الاتوبيس، هتعمل ايديها كده اهو. انت بقى قبل ايديها بسنتي تضرب فرامل. هنضم انا، هنضربكوا علقه موت ونكتفكوا وننقذ الرهائن، وبعدها نتجوز. سلطان اوعى يطلع زي المرتين اللي فاتوا، انا بشيل قبح بس. يا حبيبي المرتين اللي فاتوا كانوا توفيق وعدم توفيق. ايه؟ توفيق وعدم توفيق، لكن المره دي انا حاسبها كويس قوي. سلطان يا ماجد، انا هحط داليا في خطر؟ دي حب الكون اللي مدفيها العش. حبيبتي يا داليا، امتى بقى تخف؟ صعبان عليها قوي. انا دلوقتي بكلم الديفل داليا السوبر هيرو، هل تقدري توقفي هؤلاء المجرمين دول عند حدهم؟ انا بقول لاهالي الرهاين اطمنوا، الاوتوبيس هيفضل ماشي في خط سيره وهيوصل باب الشعرية في ميعاده ان شاء الله. وبقول للملثمين المعفنين لو حد فيكم فكر يلمس شعرايه واحده بس من الرهاين يقول على نفسه يا رحمن يا رحيم. ها هو الاوتوبيس يقترب وبه الضحايا وبه ايضا المجرمين الملثمين المعفنين. ايوه يا سلطان الكادر، عايزك تسيب الفرامل، عايز الفرامل مهلبيه. خطر يا سلطان الكادر، احنا كده بنقتل. هتسيب ولا هتترفد؟ هسيب. وانت يا سينا خد الخط بس خالص. يلا مسار داليا مش هوسع، لازم اقف في وش الظلم والطغيان. بس يا بنت الكسبة هتموتي، معيش فرامل مش هوسع.